كرة في منتصف الملعب، إرسال كرة أمامية، لمسة مع الحداد الآن، يرسل كرة عرضية تنفذ رمية التماس وتسديدة باتجاه المرمى إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. ينفذ الخطأ الآن والكرة عرضية هي كذلك أمامية عالية بالرأس مبعدة من مارك لازالت الله، وبعد ذلك الهدف المسجل من إجوانا سجلها في الشباك قبل نهاية شوط المباراة الأول بدقائق. الآن عبد الله سعود، لكن وصول ممتاز أيضا للمدافع علي العاص. وصول في توقيت مناسب في الكرة الماضية، تحولت إلى رمية جانبية الآن. رمية جانبية. لحظة للمنتخب. منتخب المالي الكرة ترسل لكن أصبحت مقطوعة. لمنتخب مالي في محاولة لكن البطولة كرة ملعوبة عرضية خطيرة أمامية ولكن تبعد الكرة الماضية لا تزال مستمرة. هاجم مع المنتخب الأمريكي في الكرة الماضية دخول اللاعب جوناثان بيريرا على اللاعب أنجل. مقطوعة عادت من جديد. قطرية في وسط الملعب. تنقل الكرات. خذوهات تيك تاك حاضرة في الكرة الماضية بشكل ممتاز في الطرف الأيمن. بعد ذلك تعود لمصلحة المنتخب القطري خطأ. شايف الإعادة للعبة الماضية والخطأ المحتسب على جوزيف. تحولت الكرة قطري عند عبد الله سعود. ذكرنا بأن المشاركة الماضية للمنتخب البحريني كانت في البطولة الأولى كأس العالم العسكرية الأولى في مدينة باكو في أذربيجان، ووصل الأحمر العسكري البحريني إلى ربع النهائي وخرج على يد أمريكا بخمسة أهداف مقابل هدف وتغلب في المباراة الماضية على منتخبي. حقيقية بعدما كان يسمى البطولة في السنوات الماضية بجائزة السيزم لكرة القدم. كرة ملعوبة عرضي الآن في الجهة اليمنى، الاستلام بشكل ممتاز عن طريق اللاعب. ما زالت للمنتخب البحريني تقدم حاضر من سيد ضياء. أصبحت منتخب مالي. الكرة ترسل في وسط الملعب. مقطوعة لمصلحة المنتخب القطري. هذه مرسولة، هذه ملعوبة، وفي محاولة. يشارك بهذه البطولة بأبرز اللاعبين في السلك العسكري في الذي يملك أو لديه نقطة واحدة إلى الآن في هذه البطولة. هذا يعني يعتلون منصة التتويج لهذه البطولة كأس العالم العسكري. لا نشاهدهم الآن. 2015 الجزائر، 2013 العراق. يتصدر قائمة هدافي البطولة أسوة بلاعب منتخب بولندا موسى إمدو في هذه اللحظات بديلا لموسى. بهذه الوضعية التي تسيطر على المباراة، وضعية المباراة الحالية الآن 0-0 نقطة لكل منتخب. هذا يعني بأن تأهل المنتخبين سويا. قطر حتى هذه اللحظات يشكل يعني يمثل الطرف الأفضل في المباراة في الدقائق الماضية، يقدم مباراة ممتازة، ولكن حتى هذه اللحظات يبحث عن الوسيلة وكذلك الطريق للوصول إلى مرمى منتخب أمريكا. يحاول أن يأخذ المباراة بأهداف في هذه المباراة. الكرة ترسل القطري. كرة في منتصف الملعب الآن، انطلاقة لصالح المنتخب القطري. من الإبعاد يأتي من مارك، تعود لقطر. أمامية على الجهة اليسرى. إجوانا عالية خلف المدافعين، يرسل كرة أمامية عالية باتجاه المرمى. استخلاص الكرة وتعود المحاولة من جديد. ترسل بالخطأ. عادت من جديد لمنتخب مالي. أصبحت مقطوعة قطرية. تصوير بالنسبة للمنتخب اليوناني. بعد ذلك يأتي المنتخب العربي، منتخب مصر العسكري في المرتبة الثانية.
نصل فيها إلى الدقيقة 45 بانتظار الوقت الممدد البدل الضائع من جانب حكم المباراة. واليوم يضيف حتى الآن هدفين لديه 11 هدف في البطولة. ثم هجوم المنتخب القطري لديه 8 أهداف في مباريات الدور الأول. كرة فيها خطأ للمنتخب القطري صافرة من حكم اللقاء الدولي العماني قاسم الحاتمي. تبقى للمنتخب القطري. منتخب القطري. عود وعبد الله علوي وعمر علي وعبد الخالد واودو هم من رامون اندرسون. وصلت الى دا سيلفا. عزيزي المتابع المهمة بالنسبة للطرفين للمنتخب القطري الذي تأهل مباشرة لكن يتجنب ويريد أن يتجنب مواجهة في هذه المباراة. الكرة ترسل المنتخب البحريني لكن لويس كوستا حارس المرمى استبسل في الدفاع من قبل جين موريرا لاعب المنتخب القطري. تعود قطرية لمصلحة جوناتا. تبقى للمنتخب القطري. لاعب جينايرو. جينايرو عادت الآن وحكم المباراة يتحدث في هذه الأوقات. وكرة أمامية مبعدة بعد ذلك. كأس العالم العسكرية منتخبنا العماني العسكري متقدم هنالك في مجمع السلطان قابوس الرياضي. وصلت إلى مارك أبعد الكرة الماضية عادت لمصلحة قطر. نقلات جميلة تمريرات رائعة. المنتخب الأمريكي كما ذكرت أمريكا لعبت مع هيوستن دينامو وخسرت المباراة بالبدلة باللون العنابي كما يعلم الكل. الحديث عن منتخب قطر والحديث عن هذه أرسال كرة أمامية الآن للمنتخب البحريني عادت من الدفاعات القطرية. تبقى الآن كرة ممتازة من قبل محمد الرميحي. وألمانيا تواجه إيران. الحديث عن المجموعة الثانية. أما المجموعة الأولى منتخبنا الوطني 4-2 على التنفيذ اللاعب ألكسندر فيغوروا. السيرجنت ألكسندر فيغوروا رتبة رقيب هذا اللاعب في في موسى توري لمصلحة إيرلندا في منتصف الملعب. وصلت عند اللاعب عبد القادر. منتخبين البحريني والقطري العسكري في ربع نهائي كأس العالم العسكرية بتعادل سلبي ما بين المنتخبين.